يعطيكم العافيه. شوف انا منزلت اليوم الدكتور البروفيسور ايضا القحطاني والابايده الخيريه معي في كثير من الاعمال الانسانيه. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. احنا شرفنا بوركان اليوم، عندنا عيادات السمنه وفي المركز اليو، وان شاء الله نشوف يمكن من الاشياء اللي ما قدرنا نسويها في القطاع الحكومي نقدر نسويها في القطاع الخاص، وهي ان تجيب فريق مكتمل تغذيه ورياضه واخصائي مثلا علاج طبيعي. بعدين الناس اللي بيسوون عمليات قد يحتاجون في وقت ما ترهلات وشد هذا التشغيل، وقد يحتاجون مثلا حاجات للجلد في الوجه وما الى ذلك. والان طبعا احنا بالاضافه الى هذا اللي ذكرناه انه حيكون في تغذيه وحيكون في رياضه، الناس اللي يبغون يسوون رياضه هذا مهم جدا. كل هذا ان شاء الله تشوفونه في مركز نيويو، وكما ذكر بالاسم هو نيويو نحوله الى اسم جديد، فان شاء الله كل هذا تجدونه نحاول نساعدكم. صحيح انه احيانا للاسف تدفع فلوس، ولكن يعني مهما كان القطاع الخاص لازم تاخذ، ولكن على الاقل الخدمه تكون ان شاء الله. بالنسبه للنساء ان شاء الله تشوفون هنا الحاجات الليزر، كل انواع الليزر. طبعا الان في تقنيه جديده لشد الجسم لشد الترهلات، ايضا في كل اجهزه الليزر للتصبغات للشعر حتى للاشياء الاخرى راح تجدونها ان شاء الله. ففي قسم خاص النساء يعني 70% عندهم سمنه، في ايضا علاجات خاصه للنساء ان شاء الله اللي عندهم سمنه سواء من حيث الرياضه والتغذيه وزي ما قلنا التخسيس، كل هذا ان شاء الله بالاضافه الى النادي الرياضي الخاص بالنساء ايضا. الله يعطيك العافيه دكتور. حبيبي حبيبي بركان الله. هذا مركز الدكتور عايض، ما شاء الله ما شاء الله، شايفين انا شيء الموضوع بصراحه انا حاسس داخل الفور سيزون مو داخل سلام. هذا قسم السمنه، علاج متكامل للسمنه، عياده التغذيه، العلاج الطبيعي، اللياقه البدنيه، وقسم الباطنه والقلبيه. كل النساء كل النساء التجميل. هذا قسم التجميل، عياده التجميل، شكل الجسم كامل بعد السمنه. اها قسم التجميل بيشمل تقنية الليزر هايدر للتخلص من الدهون والتخلص من السيوليت ونحت الجسم والبلازما عن البايل من جمال. المركز الأول متخصص في شد وتجميل الجسم بعد جراحات السمنة. الشد الكامل بعد السمنة بيشمل الترميم وشد القوام. طبعا الحقن التجميلي، حقن الفيلرز والبوتوكس والبلازما، بالإضافة لحقن الدهون الذاتية ونيفرتيتي وميدوثيرابي والكايبوكسي. طبعا انت تتوقعون ان هذا اعلان بفلوس، انا ما اسوي اعلان بفلوس، لكن الدكتور هذا الاحقاني يتكفل بعمليات السمنه على يديني اكثر من 15 عمليه، ولازم وهم عايشين الان حياتهم الطبيعيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فاقل شيء اقدم لهذا الدكتور اني يعني اسوي له اعلان في العياده الرائعه جميلة صراحه. جزاء الجزاء من جنس العمل، الدكتور عايد خدمني في مره وسوى عمليات على 60,000 ببلاش بوجه الله، فانا قاعد اليوم استمتع اسوي الاعلان. قسم الليزر احدث تقنيات العلاج والتجميل بالليزر، سواء من نحت الجسم، شد الوجه والرقبه بدون جراحه، النحت البارد والتخلص من الدهون، ازاله الشعر بدون الم بالليزر، بالاضافه لتقشير الوتري وتشطير الوجه. اوكي. بلا شيء. صراحه في قسم اسنان عندكم؟ وين؟ الله الله الله، ايوه الابتسامة هي نصف الحياة. ابتسامة تبيض. الله الله.
طبعاً قسم الأسنان يشمل ابتسامة عيون، تنظيف تبييض الأسنان بالليزر، تقويم الأسنان بكل أنواعها والتركيبات كاملة، بالإضافة لأشعة المنظومة مثل عموماً هذا الموقع للدكتور عايض، مرة رائع جميل مرة. السلام عليكم. وهذا هو، هذا هو. طبعا هذا اللي صورته لكم هو مركز البروفيسور الدكتور عايض القحطاني، والحقيقه هذا رجل انسان عظيم في الاعمال الانسانيه، له وقفات مشرفه معه والله العظيم. وحقيقه الايدين العامله اللي معها من اطباء وممرضين، يعني احس ان شيء مره رائع وراقي. انصحكم يعني مره وشوفوا بس، ما راح تندمون. تبون الصراحه والله حاسس اني داخل الفور سيزون، ماني داخل المستشفى. ما شاء الله ما شاء الله، شيء مسكت. شوف الصوره. وعلى فكرة ترى الدكتور عايض قال لي أي ناس يجون من طرفك لهم 30% ليزر، أسنان، سمنة، أي شيء.